بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بركة ونعمة وسلام ليكوا جميعا من ربنا يسوع المسيح. النهاردة أنا عايزة أقف قدام نقط محددة في المرة اللي فاتت. أولا لما دخلنا من الباب الضيق ده عشان ربنا بيبدأ يقولي الباب ضيق والطريق كرب عشان يعلمنا إن الطريق الكرب جاي في السكة. الحاجة التانية لما كنا طالعين على السلم أنا شفت ثلاث أشخاص من ضمنهم أب اعترافي اللي أنا هشوفه اللي أنا لسه معرفوش والحقيقة ما جاش غير بعد مثلا 4-5 سنين من الرؤية دي. الحاجة التانية إن أنا لما وقفت على الباب فوق أنا البابا كيرلس لما خرج قال لي كذا حاجة. الحقيقة لما بيحطيني قدام أب الاعتراف ده علشان خاطر يقولي الإنسان لازم يخضع للسلطات الأرضية مش عشان ما احنا داخلين السماء وخلاص يبقى احنا ما خدش بالي وان انا ما اخضعش للكهنوت او ما اخضعش كمان لسلطة الزوج او ما اخضعش لسلطة البلد والحكومة اللي انا قاعد فيها. فدي نقط لازم اخد بالي منها جدا. الحاجة التانية ان انا لما وقفت على الباب والبابا قال لي اول حاجة انت معاكي ايه في جيبك او يعني اللي يطلع هنا لازم ما يكونش معاه حاجة. فانا وريت له جيوبي ودي دليل على الرؤية الاولانية. فاكرين لما كنت بفضي الذهب من جيوبي انا مش معايا حاجة وده معناه ان انا تنازلت عن كل ما هو طبيعة ارضية طبيعة الجسد اللي هي الحياة المادية كل ما هو مادي. السؤال التاني اللي هو سألوني على الباب بالنسبة لبنتك فطبعا أنا رديت عليه أني أنا بعلم بنتي. تاني حاجة السؤال كان يقصد منه اختبار. الاختبار هو إيه؟ إن هو ولادك أولا ولا ربنا أولا؟ طبعا لا يا رب ربنا أولا وقبل كل شيء. ولو ما كنتش أبديت النقطة دي أو أنا فاهمة ما كنتش هدخل لأن من ترك أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو أبناء أو زوجة أو زوج أو زوجة من أجل اسمي لا يستحقني. فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي. بعد كده لما دخلت ملكوت سموات أنا شفت ثلاث شخصيات. شفت الأب نفرة السايح وده معناه من السواح يعني يمكن على ليميت لما توصل لدرجة السياحة هنا ممكن ربنا يعني يسيبك تتفك من السلطات الأرضية زي سلطة الكهنوت مثلا. لكن أنا عايزة أقولك إن حتى السواح بيجتمعوا عشان يعملوا قداس وطبعا دي درجة كبيرة لأن درجات حياة الإنسان إن كانت هقول هتمشي مع مرحلة ابتدائي وإعدادي وثانوي والجامعة والدكتوراه فالسواح دول هم اللي بيعملوا الدكتوراه. تاني حاجة شفت البابا كيرلس ودرجه للصلاة. شفت يوحنا الحبيب اللي كان وراه باب منور وبرجع أقولها تاني وده بيمثل الحب. بعد كده هو الطريق الضيق أو يعني نقول الطريق الواسع اللي بينتهي بباب ضيق تاني اللي هو كان في جهنم والناس اللي أنا شفته. لما أنا مسكت البنت وهي بتشدني لجوة وأنا بشدها لبرة ده معناه إن في اتنين إرادتين مختلفتين. إرادة الشر اللي عايزة تشدني جوه وإرادة الخير اللي أنا عايزة أختطف نفسي من النار. وهنا هو زعلان مني لأني أنا داخلة بدراعي أنا لسه ما وصلتش لدرجة اختطاف أنفس من النار. فهو عشان كده بيقولي المرحلة دي لسه عليها وقت تاني لازم الإنسان يمشي بترتيب وبنظام لحد ما يوصل للمرحلة اللي ربنا يسمح له فيها ان هو يختطف انفس من النار. ما تستعجليش الامور. وهو ده اللي كان مزعل البابا كيرلس مني وعشان كده بيقولي لما تلبسي المسيح هتقدري تختطفي انفس من النار لكن ده مش بدراعك انت الشخصي. لما انا كنت نازلة من على السلم في الحالة دي انا كنت ايه بفكر يبقى ربنا عايز مني الطاعة. احنا واقفين على درجة 6 ما ننساش احنا منسى انسى العالم والجسد برسلماوس ابن الحارس العبور الجديد فاحنا هندخل لعبور جديد وكنيستك كانت كنيسة ظافرة.
يلا بسرعة ندخل على الكنائس. عندنا أول كنيسة كانت أفسس اللي هي الكنيسة المحبوبة. خد بالك ربنا بيعلن حبه لجميع الناس بدون حدود، سواء كان الخاطي أو البار، ربنا بيحب الكل وعايزهم كلهم يجوا ليه. ربنا داخل الكنيسة دي هذا يقولها الممسك السبعة كواكب في يمينه الماشي في وسط المناير السبعة الذهبية، وده بيمثل عمانوئيل الله معنا. الله هو اللي هيمسك الكواكب والملائكة في إيده، والملائكة دول هم البشر سواء أو الملائكة سواء الأرضيين أو الملائكة السمائيين اللي ربنا هيحطهم في طريقنا في السبع مراحل الروحية اللي إحنا هنمشي فيهم. ممكن يكون الأب والأم في المرحلة الابتدائي، ممكن تكون الكنيسة في مرحلة إعدادي وثانوي، ممكن تكون البابا كيرولوس في المراحل الروحية، ممكن يكون أب الاعتراف. عايز أقولك خلي دايما ربنا في وسط حياتك، ما تخليش ذاتك هي وأنانيتك اللي تكون أساس حياتك. لو ما حطيتش ربنا في وسط حياتك مكان الشجرة، مكان شجرة الحياة، مش هتقدر تتقدم في هذا الطريق الروحي. ربنا هو شجرة الحياة وهو أساسك مش أنانيتك. اخضع لله واخضع لكلمة الله هتاكل من ثمرة شجرة الحياة. عايز أقولك ربنا هنا بيبدأ يقوله أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وإنك تقدر أن تحتمل الأشرار. أنا عارف أعمالك من حيث الاجتهاد في الخدمة وفي الطريق، ما تنساش إنك في طريق روحي. أنا عارف تعبك في الاجتهاد ومقاومة البدع. أنا عارف إنك ما تقدرش تحتمل الأشرار، ولكن خد بالك ما أنا عملتش كده، أنا ممكن آجي وأزحزح منارتك. ناخد بالنا إن أسقف الكنيسة دي كان اسمه تيموثاوس، أي تكريم الله أو تقي الله، يعني هو الإنسان اللي بيخضع لوصايا ربنا، والخضوع لوصايا ربنا هي علامة الحب. وراح هيروح حطه قدامه نيقلاوس. نيقلاوس هم الناس اللي بيستبيحوا الشر، وان هم خاضعين للشيطان، وان هو عايز يجي ويتسلط عليك ويسحبك انت كمان في اتجاه الشر. احنا بنحب الانسان لكن مش بحب الشر، ولازم افصل ما بين الانسان وشره، واخد بالي قوي من النقطة دي في الحتة اللي انا داخلة بيها. عايزة أقول له يا رب، يعني لما هاخد من شجرة الحياة هي ثمرة شجرة الحياة، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد. عايزة أقول لك يا رب أنت رائع. الرسالة بتاعتك فيها ثناء وتقدير، فيها عتاب لتقصير، لازم أرجع لمحبتي الأولى والخضوع ليك. فيها إنذار وتحذير لكل خاطي مش عايز يرجع ومش عايز ويستبيح الشر ومش عايز يمسك في ايديك. اشكرك يا رب على نعمتك وبركتك ومحبتك اللي انت دايما بتملانا بيها. عايزة اقول لكم على حاجة، معلش قبل ما ادخل كنيسة سامرة، انا الحقيقة كنت سافرت مصر، ولما بسافر مصر رحت زرت دير القديس ماريمينا، ووقفت قدام قبر البابا كيرلس، وكان عندي حد في اسرتنا كان مريض جدا، فرحت واقفة قدام قبر البابا كيرلس قلت له من فضلك يا سيدنا أنا عايزة منك قبل ما أرجع مصر تكون شافي الشخص ده، أنا عارفة أنك بتسمعني وبتحبني. وحولع لك كمان 12 شمعة نادرة عليا، وخدت بعضي ومشيت ووصلت دير، وإحنا راجعين بنزور الأديرة فدخلت دير السريان. في دير السريان لقيت، دخلت أنا والولاد، لقيت أب كاهن جميل جدا راجع جاي كده وبيقول لي السلام والنعمة يا مدام يا اللي جاية من فرنسا. قلت له السلام والنعمة يا بونا، اتفضل. فرح قاعد قال لي أنت جاية من دير ماريمينا؟ قلت له أيوة. أنت طلبتي طلب من البابا كيرلس أني يشفي شخص عندك؟ قلت له أيوة. قال لي بس أنت نسيتي تقولي حاجة في الآخر. قلت له إيه هي؟ قال لي لتكن مشيئتك. فالبابا كيرلس بيقول لك انك هترجعي مصر ومش هتلاقي الشخص ده شفي. فانا الحقيقة زعلت وعيطت. فراح قال لي لا، احنا خدي بالك لسه ما انش الاوان. انا فقلت له طب ممكن يا ابونا تكتب لي مزمور للشخص ده؟ الحقيقة قال لي لا، لسه ما انش الاوان.
بارك أنتر أنا عايز أكتب لك أنت مزمور. فبقول له إيه يا أبونا؟ قال لي يستجيب لك الرب في يوم الضيق، ينصرك اسم إله يعقوب ويرفعك. فأنا بصيت له كده، قال لي يا ماما خدي بالك أنت داخلة على مرحلة صعبة. قلت له تاني، أنت كلكم عمالين تقولولي صعبة صعبة صعبة، الله موجود وهو اللي هينصرني وهو اللي هيديني النعمة. الحقيقة أنا رجعت فرنسا بعديها وبصيت لقيت برضو البابا كيرلس بيقول لي خدي بالك الشيطان ناوي يغربلكم. فقلت له لتكن مشيئتك يا رب، لتكن مشيئتك. ده معناها أن أنا داخلة على الصليب، واللي هيدخل على الصليب إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. أنا عايزة أشيل صليبك يا رب، وأنا هنكر ذاتي وهاجي وراك مهما كان الضيق أو الصعب اللي يا يسوع جاي لينا وجاي في طريقنا. أنا عايزة أقولك إحنا دلوقتي هنكون بقى نرجع لكنيسة سميرنا، أنت هنكون قدام شمعون مستمع والطاعة وماتيو الهبة والعطية وزبرجة كنيستنا ظافرة. خد بالكو هندخل على كنيسة سميرنا. سميرنا معناها المر، التجربة، الألم. هندخل على الموت، بس طبعا احنا مش بنخاف والله هو اللي هيسندنا. عايزين نقول المسيح داخل بإيه؟ المسيح داخل الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، يعني ابن الإنسان يسوع المخلص المصلوب القائم من الأموات. حط المسيح قدام عينيك، لأنه لما تحط المسيح قدام عينيك اللي هو المصلوب والقائم من الأموات، يبقى تاخد بالك إن هو هتقارن نفسك في التجربة بألام المسيح. وزي ما المسيح اتألم إحنا كمان هنتألم. فطوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنهم إذا يعني إذا عدى في الضيق دي هياخد إكليل الحياة. هيقول له أنا عارف أعمالك، ثمر إيمانك، دقتك في الاضطهاد، أنا عارف فقرك المادي ولكنك غني، غني بالنعم والخيرات الروحية. أنت غني بالاتكال على الله، غني بالقناعة والرضا، أنت غني بالمسيح. الشخصية اللي كانت في الكنيسة دي كان بوليكاربوس، وبوليكاربوس معناه ثمار كثيرة. ومعنى انك انت قدام ثمار كثيرة يعني ربنا هيديك نعم كتير. انت هتقف قدام مجمع الشيطان اللي هما يدخلوا معاك بالتعييرات والإهانة والافتراء، لكن ما تخافش لان الضيق هيكون لمدة 10 أيام. ولازم تعرف في الوقت ده إن الأشرار هم أداة امتحان لصبر المؤمنين. وحاجة كمان، الله يثبت الصديق ويدوس، يعني هو بيجيب لك تقاوم الأشرار لكي يثبت الصديق. وعايز أقولك إن التجربة هتكون لوقت محدد، فأوعى تخاف من التجربة. اللي هيغلب كن أمين لحد الموت، لأن زي ما قلناها توبة للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى هديك إكليل الحياة. واللي هيغلب مش هيديه الموت التاني، وهيكون نصيبه مع القديسين. يا رب ألمنا هتكون مع الشيطان، لكن ألمنا هتكون وقتية وإلى زمان، ووعود الله هتكفل لينا السلام والإطمئنان. عايزة أقولك أنا بصيت لقيت نفسي بعد كده البابا كيرلس بيوريني مجموعة من الناس. المجموعة من الناس دي كانت مجموعة، مش هقول لك واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، وكل واحد بيدخل كمان معاه مجموعة. فكانت مجموعة من الناس الصعبين جدا. المهم واهم ما في الموضوع ان الناس دي فعلا، يعني بصيت لقيت مثلا في المحل ناس بيروح دخل عليا ومكسران المحل، وممكن توصل بيهم الدرجة لانهم بيضربوني وبيبهدلوني في المحل. الموضوع بجد الموضوع كان صعب قوي، بس ببركة ونعمة البابا كيرلس بدأت كمان يدخل معايا ناس من الأشرار. لأن أنا دخلت عملت عملية جراحية، فبعد العملية كنت مضطرة أن أنا أخد ناس تشتغل معايا. عايزة أقول لكم حاجة مهمة، إحنا هنا الناس مش شرط أن هم يكونوا ناس مصريين، ما تنسوش أن أنا في فرنسا.
فعندنا من الأجانب طبعا كتير قوي. تاني حاجة، حتى في الكنيسة عندنا مجموعة من المصريين اللي بيتجوزوا أجانب، ومجموعة المصريات اللي بيتجوزوا أجانب. فالأجانب الشخصيات الغريبة عن الكنيسة بتكون موجودة وبيكونوا كتر. المهم، أهم حاجة لقيت إن البابا كيرلس بيقولي اتعاملي مع الناس دي بالرحمة، اعتبريهم زي السامرية اللي المسيح اتعامل معاهم، نسي العدل تماما ودخل في وسطيهم بالرحمة بس. فالحقيقة بدأت أدور على حاجات الرحمة، فالله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. الله يحب البر والعدل، ولكن امتلأت الأرض من رحمة الله. فعلا بدأت أتعامل مع الناس دي بالرحمة زي ما كان بيعلمني البابا كيرلس. لكن كان في وقت عايزة أقول لكم على حاجة، الناس دي بتحكي حاجات صعبة قوي. بالنسبة لي الحقيقة كانت صعبة قوي، أسفة في التعبير، كنت بحس إن وداني مش نظيفة من كتر اللي أنا بسمعه منهم. فبدأت في لحظة من اللحظات سامحوني جوايا اشمئزاز، بحاول أتعامل بالرحمة، لكن جاني وقت وحسيت ان انا قرفانه. الحقيقة هنا انا شفت رؤية، ورؤية مهمة جدا من المسيح. حسيت ان في شخصية من هذه الشخصيات، لقيت المسيح قاعد معانا في الصالون في البيت، وبدأ يقول لجوزي، وهو هنا بينطق بيقول ولينا، اريد رحمة لا ذبيحة. وللأولاد قال دعوا الأولاد يأتون إلي، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. لقيته قاعد بعد كده في الصالون بيني وبين الشخصية دي، شخصية من هذه الشخصيات. لقيت الشخصية دي عمال بيكلم ربنا وقلبه مفتوح لي، بس كل اللي بيخرج من بقه عامل زي الرصاص، عامل زي البسارية المعفنة، السمك المعفن الصغير اللي عمال يخرج من بقه جامد قوي. فربنا حاطط كفة ايده كده في يعني على بعد 50 سنتي مثلا من بق الشخص ده، وكل البسارية دي بتخبط في ايد ربنا وتنزل في صندوق زبالة. زي ما بيقول انا ايه، كبعد المشرق عن المغرب ابعدت عنا معاصينا. وعايز يقول الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، إنه يمحو ذنوبك ولا يذكرها. ده اللي أنا حسيت. وبعدين راح بصيص لي وبيقول لي السماء تفرح بخاطئ واحد أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. يعني ربنا بيفرح بتوبة الناس دي، بس هو الحقيقة مش بصيص له، هو برضو مديله ظهره أو مديله وشه بعيد شوية، في حاجة مش بسطاها. وراح باصص لي وبيقول لي الويل لمن تأتي منه العثرة. الحقيقة الآية دي نزلت عليا زي الصاعقة، لدرجة ان انا قمت، يعني عارفين اللي بقوم من الرؤية مخضوضة، فاتخضيت قوي. لان الحقيقة انا في حاجة، انا في الكتاب المقدس حتى لما بحب اقرأ، لما بتيجي الويلات انا ما بحبش اقراها. لما بتيجي حاجة بتتكلم عن الخطية قوي زي سدوم وعمورة زي لوط، أقول لكم الحقيقة أنا بقفل الكتاب المقدس وأقوم. لما بلاقي المسيح بدأ يقول الويلات للخطاة أنا كنت بقفل، أنا مش عايزة أسمع أو أعرف أي حاجة عن الشر نهائي. ويمكن دي رفضي لمعرفة الشر، هو ده أنا عايزة أعرفك أنت بس يا رب. فهو ده اللي اداني من ثمرة شجرة الحياة، لأني أنا عايزة الشجرة دي، أنا برفض تماما معرفة الشر. بس من الخض أنا اتخضيت، لقيت نفسي بجري على كتب في كتاب للبابا شنودة بيتكلم عن العثرة. قلت لو يا رب أنت عايز تقولي أنا، فلقيت كلمة مهمة قوي، إن لما يدخلوا لكم الناس الخطاة دول ما تعوديش تقولي لهم الصوم والصلاة وتحمليهم أحمال هم مش هيقدروا عليها. كل اللي انت عايزك تقوليه لهم هو ابتعد عن الزنا والمخنوق والدم، أو الدم والمخنوق. فأنا لقيت نفسي زنا، دم، مخنوق، بصراحة أنا مش فاهمة حاجة. كلمة الدم والمخنوق دي يعني خنقتني أنا، يعني مش عارفة أقول لكم إيه. الحقيقة لقيت البابا كيرلس خلاني أشوف رؤية تانية.
لقيت نفسي بنزل في هوا جامدة قوي، والهوا دي فيها شياطين، فيها زي مدينة ملاهي كبيرة قوي على درجات، يعني على ارتفاعات مختلفة، وان كل اللي بيلعب الناس في مدينة الملاهي دي هم الشياطين، يعني الشياطين هم اللي ماسكين مدينة الملاهي دي، وان كل الشخصيات اللي بيوريهم لي البابا كيرولوس الشخصيات دي الشيطان هو اللي بيلعبهم في مدينة الملاهي. فأنا لمحت الشخصية اللي كانت جنب المسيح اللي هو كان بيطلع من بقه البسارية ده، فرحت رايحة في اتجاهه بسرعة وقلت له من فضلك اديني ايدك عشان اشدك من المكان ده المكان مزعج جدا، والشخصيات التانيين بيلعبوا في حاجات تانية. فأنا قلت في دماغي ايه، يلا اسحبي الشخص ده وبعدين ارجعي خرجيه من مدينة الملاهي وارجعي خدي الناس التانيين. الناس التانيين عايزة اقول لكم يمثلوا فعلا بالعام وإيزابيل. المهم فلقيته راح رافع ايده، قلت اشكرك يا رب دي اول خطوة. جيت اشد الايد لقيته تقيل قوي، عامل زي الحديد والرصاص، مش قادرة اشد من كتر ما انا عمالة بحاول يمين وشمال. اتخبطت رجلي في لعبة من لعب مدينة الملاهي، فلقيت رجلي وجعاني قوي وعمالة تنزل في دم. فالمهم سكت ورحت ايه قلت له طب اسمع انا مش قادرة اشدك خالص، من فضلك اسمع اللي انا عايزة اقوله واتفضل اخرج بشويش واحدة واحدة. وانا ببص على الناس بصيت لقيت الناس دي اللي منهم حاطط كاسك مش عايز يسمع الصوت، اللي منهم لابس نظارة سودة مش عايز يبص على حاجة، يعني اللي انا رايحة اكلمه اقول له بص لقيته بيحط نظارة سودة، اللي انا رايحة اكلمه اقول له اسمع لقيته بيحط سماعات على ودي، يا ستي مش عايز اسمع. فرحت للشخص ده لقيته سمع، فقلت له من فضلك اخرج معايا. ففعلا بدأ يسمع ويمشي معايا لحد ما وصلت لحد باب الملاهي. لقيت على الباب في شيطان كبير قوي واقف، فرحت بقول له لقيت الشيطان ده طوله 4 أدوار، فرحت جوه قلبي كده بشويش بقول باسم الصليب وفردت طولي، لقيت نفسي جبت 7 أدوار، وهي دي المرونة اللي عايزة اقول لكم الانسان لازم يكون عنده مرونة او إلاستيسيتي، المهم اللي هي الوداعة. الوداعة بتديك مرونة فتخليك تطلع وتنزل بسهولة. فطلعت قدام الشيطان لقيتولي انا كمان 4 أدوار، ببص على الشيطان العياذ بالله العينين سودة ما فيهاش ولا نقطة بياض، الكابيش لابس على نفسه على راسه كده كابيش، يعني اللي هي البتاعة اللي على الراس اللي بتبقى احنا عندنا في البلاطي مع البرد البرد والمطر. المهم اول ما انا طلعت كده وببص للشيطان راح لفت وشه مش عايزني ابص عليه او مش متحمل نظرتي ليه، لان نظرتي كان كل فيها قوة، فراح لفت وشه. فبقول له بالاوردر افتح الباب عشان الشخص يخرج، فراح قال لي انت تقدري تخرجي لانك مش مننا، لكن ومن ساعة ما انت بتصلي للناس دي الحديد اللي احنا ماسكينه بين ايدينا وايديهم اتفك، يعني احنا بنفك الشيطان من الاشخاص. بس سعادتك ناسية حاجة، فبقول له ايه، قال لي انزلي لو هو عايز يخرج انا هفتح له الباب ويخرج، لكن لو هو رفض الخروج. قلت له لا 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 ما تقولش، رحت نازله بسرعه، انا لقيت الحل، ارجوك ابوس على ايدك ابوس على رجلك اخرج. بس لي كده وبيقول لي ايه الهبله دي، مين قال لك ان انا عايز اخرج؟ ايه انا حسيت ان انا اتشليت، مش عايز تخرج ارجوك عشان خاطر ربنا، اخرج تعالى لربنا، ده ربنا هتشوف معاه كل السعادة وكل النعم وكل الخيرات. قال لي لا انا مش عايز ربنا. مش عايز ايه؟ انا لقيت دموعي نازلة زي الحنفية، برفع وشي لفوق لقيت البابا كيرولوس فوق الهوا خالص بيشاور لي بيقول لي تعالي. انا رحت الطلعه
واقفة قدام الباب كورولوس ورحت مرمية على رجليه وبقول له: معقولة يا سيدنا؟ أنا تحملت الضرب وتحملت الإهانة والشتيمة والإقلام وشد الشعر، وكل ده وأنا من جوايا بجد مسامحاهم. معقولة أنا حاسة إن أنا اتشليت؟ فراح البابا كيرلس وكل دموعه نازلة من عينيه بيقول لي: سكت. قلت له: أنا بالحقيقة حسيت بإحساس المسيح لما كان الصليب على الصليب، حسيت الإحساس ده جوايا. الله كلي القدرة، كلي الحب، كلي التسامح. ربنا يا جماعة مسامحنا، أنا كمان من جوايا أنا مسامحيهم، مسامحيهم في كل اللي عملوه فيا. أنا مسامحة من قبل ما يتوب. تسامح ربنا ورحمته مش مشروط بأي حاجة، تسامح ربنا الغير محدود من قبل ما تتوب هو مسامحك. بس هي المشكلة اللي عايز يقولها لي أو يفهمهاني: رفضك لله بيشله، إرادتك اللي بترفض الله بتوقف الله كلي القدرة، كلي المحبة، كلي الرحمة بتوقفه. فاكرين الآية اللي كان بيقولها في إنجيل ماري مرقس الرسول إصحاح 6، إن المسيح لما كان في البلد بتاعته فبيقوله: مش ده ابن النجار، مش ده أخو فلان وفلان. بيقولك إن المسيح ما قدرش يصنع ولا آية واحدة في هذه المدينة غير القليل إن هو شفى بعض الأمراض وخرج من المدينة. الآية دي كانت في دماغي. يا حبيبي، إرادتك اللي أنت بترفض بيها ربنا بتشل القدرة، بتوقف القدرة، بتحد القدرة، بتحد الرحمة، بتحد المحبة، بتوقف كل ده. والحقيقة أنا حسيت أني زعلانة قوي، حزينة قوي. أول مرة كنت بحس بإحساس الصليب بجد، مش الكرباج اللي بيوجع ولا المسامير ولا الشوك، كل دي ألم هتعدي، لكن أصعب ألم الشعور بالرفض. زي يهوذا، يهوذا ندم لكن ما رجعش لأبوه: ارجعوا إلي فأرجع إليكم، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ربنا عايزنا بجد نرجع ليه عشان يقدر يعمل معانا حاجة ويقدر يمشينا يعني بالروح. الحقيقة لقيت البابا كيرلس هياخد معايا اتجاه تاني خالص، مش الرحمة والقدرة. خلاص أنا فهمت، لقيته داخل عليا بعد كده، وراح داخل وراح مديني بدأ يشرح لي حاجات في الكتاب المقدس زي ما بقول لكم اللي أنا كنت رفضاها. لقيته بيقول لي: فيه ناس كتير بتسبب عصرة لناس، وهي دي اللي المسيح كان جاي يقول لك: الويل لمن تأتي منه العصرة، انت ما فهمتيش. فلقيته راح ماسك كوباية وواخد الكتاب المقدس وراح حطه في الكوباية وراح مدوب لي الكتاب المقدس في الكوباية وقال لي: خدي اشربي. انا رحت واخد الكوباية وبشربها وانا كل دموع. رحت واخد الكوباية وهنا حسيت بحاجة تاني، حسيت احساس مش هحكي لكم عليه النهاردة. انا هوقف كل حد هنا لان هندخل على سيف الروح، سيف الكلمة. المسيح الداخل بالسيف الماضي ذو الحدين اللي هو سيف الكلمة. حسيت ان انا اخدتها. عايزة اقول لكم الضرب والاهانة اللي كانوا بيعملوه فيا وصل للموت، ان منهم شخصيات دخلت عليا بالخنق وفعلا مت. مش هقولك ما متش، لكن حسيت بربنا بيقول لي: ارجعي تاني. وهو ده اللي بيقول لك: كن أمينا إن الموت هديك إكليل الحياة، ومن يغلب لا يؤذيه الموت التاني. أنا حسيتها، عشان كده حسيت بقيامة جديدة جوايا بعد الموتة دي. وحسيت عشان كده البابا كيرلس راح داخل وراح مدوب لي الكتاب المقدس وراح قال لي: خدي اشربي، ادخلي بسيف الماضي ذو الحدين. ودي هتكون كنيسة برغاموس اللي أنا مش هكون في مجمع الشيطان، إحنا هندخل إلى كرسي الشيطان. اسمحوا لي هقف لحد هنا
وهقول لك يا رب يا عظيم يا قدير، أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. بس هقول لك حاجة تانية النهاردة جديدة، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. هشوفكم المرة الجاية مع السيف الماضي ذو الحدين.